تدري ان في الكعبه ثعبان اسود مرعب جدا شافوه الناس بعيونه حتى انهم وصفوه بانه اسود وبطنه ابيض وله راس مثل الراس الجد وهذا الثعبان بعثه الله سبحانه وتعالى داخل الكعبه عشان يحمي كنز الكعبه واللي راح يستخرج في اخر الزمان من رجل يسمى بذي السويقة يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اتركوا الحبشه ما تركوكم فانه لا يستخرج كنز الكعبه الا ذو السويقتين من الحبشه ومو هذا الشيء الوحيد اللي راح نحكيه في قصه ففي فيه شيء فيه. لقيوه تحت الكعبه يوم حاولوا يشوفونه اهتزت مكه باكملها، يعني صار في مكه مثل الزلزال، ادري ان الاشياء اللي جالس اقولها الحين عجيب، وعلى الارجح انك جالس تشكك في صحتها، انا والله اني اول ما سمعتها مثلك شككت في صحة لين يعني قريتها في كتب موثوق، ايش قصه كنز الكعبه وايش قصه هذا الثعبان اللي بداخلها؟ وليش اهتزت مكه كامله يوم حاولوا يشوفون ايش اللي تحت الكعبه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم جعل جنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب الحد. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طريق. قبل ما نبدأ في قصة اليوم حاب أقول لكم أن كل المصادر موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذا أنت مشكك في أي قصة جالس أقول لك إياها بامكانك تروح تدخل على نفس الرابط وتبحث في الكتاب نفسه لان راح نحكي في قصه اليوم عن اسرار الكعبه من اول من بنت إلين اليوم اللي اذن فوقها بلال بن رباح رضي الله عنه اللي ما تعرفه ان الكعبه هو اول بيت انبنى على وجه الارض ويقال بان الملائكه هي اول من بنى الكعبه وهذا قول ابو جعفر البهن. والارجح ان ادم هو اول من بنى الكعبه بعد ما اهبطها الله سبحانه وتعالى من الجنه، وهو اول بيت بنى على وجه الارض وفوقه مباشره البيت المعمور في السماء، فيقول ابو ذر رضي الله عنه في يوم من الايام سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فبعد ما بنى ادم عليه السلام الكعبه جلست سنين طويله والبشر تعظم الكعبه، تطوف حولها وتصلي للكعبه وتعظمها، لان وقتها جميع من في الارض زي ما قلنا قبل كذا موحدين عليه السلام واللي في عهده انتشر اول شرك بين الناس ونسيت البشر الكعبه وصاروا يعظمون اصنامهم اللي صنعوها بايدي ما عدا ناس بسيطه قله من الناس نوح واصحابه فانزل الله سبحانه وتعالى عذابه بقوم نوح فاغرق الارض كعبه فما بقي على وجه الارض شيء يذكر حتى الكعبة بنفسها ما بقي منها إلا قواعد مدفونة تحت تربة حمراء كما ذكر فأوحى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام أوحى إليه بأن ياخذ زوجته هاجر وولده الرضيع إسماعيل عليه السلام ويروح لوادي في جزيرة العرب الوادي هذا مهجور وقاحل ما فيه أي نوع من أنواع الحياة فيحطهم في هذا الوادي ويخليهم لوحدهم من دون أي شيء وفعلا هذا اللي حصل أخذهم إبراهيم وحطهم في هذا الوادي القاحل وما كان معهم إلا ما قليل تخيل طفل وامرأة في وادي قاحل وما معهم إلا ما قليل لكن كانت ثقتهم بالله عالية جدا حتى يوم قفى إبراهيم يبى يروح قالت امرأته لمن تترك فقال لها لله سبحانه وتعالى أترك فقالت ونعم بالله إيمان في أعلى مراحل والمسألة إن ما تركهم يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر تركهم سنين طويلة بعد سنين طويلة رجع إبراهيم عليه السلام لهذا الوادي في يوم وصل ما عرف الوادي تغيرت ملامح الوادي تماما فكان الوادي هذا مليان بالحياة والماء ومو بس كذا حتى مليانة بالبشر فكان في هذا الوادي قبيلة كاملة فدور إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل لقي ولده متزوج حتى متزوج من هذه القبيلة فإيش اللي حصل لزوجة إبراهيم وهذا الرضيع إسماعيل عليه السلام يوم تركهم أبوهم إبراهيم عليه السلام كانوا بيموتون من العطش، بس الله سبحانه وتعالى ارسل جبريل عليه السلام فضرب برجله في هذا الوادي، فتفجر من هذا الوادي ماء، فصار الوادي مليان بالماء، فكانت هاجر تحاول تلم الماء وتقول زم زم، فسمي بماء زمزم زم واللي هو نشربه الى يومك هذا، وزي ما نعرف ان الماء هو سر الحياه، فكل الحيوانات والطيور تتبع الماء، وهذا كان سبب لكشف هذا المكان لقافله جايه من الشام، وهذه القافله من قبيله تسمى جرحوم، يوم كانوا مارين على هذا الوادي يعرفون ان الوادي هذا قاحل، ما فيها اي ماء، بس شافوا الطيور تحوم فوق هذا الوادي. الوادي. فقالوا ان في شيء جالس يصير في هذا الوادي في يوم راحوا لقيوا ماء كثير وامراه وطفل منظر عجيب فصاحوا من فوق الجبال لمن الماء فقالت هاجر لي فقالوا لها تسمحين لنا نشرب من هذا الماء احنا قافله مار. قالت نعم وانست لهم هاجر يعني تبغى الناس تتونس بس هذه القبيله استوطنوا في هذاك الوادي وهذاك الوادي كان مكه المكرمه اللي عندها قواعد الكعبه فكانت جرهم هي اول من سكن مكه بعد ما لقيوا اسماعيل وامه في ذاك المكان وفي ذاك الوقت. فتزوج اسماعيل عليه السلام من جره. واصبح له ولد اسمه نابت ابن اسماعيل، وفي هذا الوقت اوحى الله سبحانه وتعالى لابراهيم بانه يرجع لهذا الوادي، عشان يرفع قواعد الكعبه ويبنيها من جديد، بعد ما مر عليها سنين طويله وقواعد الكعبه تحت التراب. فرجع ابراهيم عليه السلام لهذا الوادي وانصدم باللي شافه، أنه رجع بعد سنين طويله، لقي هذا الوادي اصبح مدينة حتى ان ولده اصبح متزوج، قد حطه رضيع هناك، ويوم رجع له كان متزوج، فانت احسب العمر، فقال لولده يا ولدي الله سبحانه وتعالى امرنا بان نرفع قواعد الكعبه، واشر على مكانها وكانت تربه حمراء. وفعلا بنوا الكعبة فكانوا أول من بناها من بعد طوفان نوح وكان شكلها مو مربع زي ما نشوفها في أيامنا الحالية كان شكلها بهذا الشكل ما أقدر أقول لكم ما أدري إيش اسم هذا الشكل فحفر إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة حفرة من جهة اليمين الحفرة هذه لها سر عجيب راح نذكرها بعدين بس حطها في بالك الحفرة هذه كويس وجاء جبريل عليه السلام وعلمهم مناسك الحج واللي هي نفس مناسكنا إلى يومك هذا في يوم خلصوا مناسك الحج وصلوا لمنطقة فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام عرفت مناسكك قال إبراهيم نعم فسمي هذا ذاك المكان بعرفة وقيل بأن هذا هو سبب تسمية عرفة بعرفة فأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أنه يؤذن في الناس بالحج فصعد إبراهيم عليه السلام على الجبال فنادى بأعلى صوته وقال أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فسمع جميع من في الأرض إنسها وجنة أسمعهم الله سبحانه وتعالى صوته فمات إبراهيم عليه السلام وأصبح خليفة من بعده إسماعيل ولد عليه السلام فجلس إسماعيل عليه السلام في مكة فترة في يوم مات إسماعيل عليه السلام ومات ولده نابت هنا جرهم طمعت بالحكم طمعت انها تستولي على مكة، فقامت بالسيف واخذت مكة بالغصب، واصبحت من بعدها تحكم مكة، فاخذوها وكانوا يدعون بالحج ويقيمون شعائر الله سبحانه وتعالى، وكانوا حنفاء، بس اخذوها بالغصب، يعني اخذوها بعد قتال، بس بعد فترة بدا ايمانهم يقل، وبداوا يفسدون في الارض، بدا يظهر الظلم ويقل فيهم المصلحين، فانتهكوا حدود الله ومحارمه، حتى ان الكعبة ما سلمت منهم، فقيل بان كان الرجل يختلي بالمرأة في جوف الكعبة، اعوذ بالله، كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى بس انهم كانوا فجرة، تعدوا حد الله. وفي زمانهم حصل حدث عجيب. من بعد هذا الحدث لقيوا ثعبان أسود عظيم جدا داخل الكعبة. هذا الثعبان يمنعهم من دخول الكعبة. كل ما جاء واحد يبغى يدخل الكعبة. ظهر له هذا التعبان العظيم واللي راح نذكر قصته في اخر المقطع عشان الاحداث تكون مرتبه اكثر في يوم افسدوا في مكه هذا الفساد ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم قبيله هذه القبيله قاتلتهم حتى طردتهم من مكه غصبا عنهم هذه القبيله هي قبيله خزاعه اليمنيه في يوم انهزمت جرح وجو خلاص بيطلعون من مكه مره واحده وكانت وجهتهم حتى الشام قاموا على زمزم يدفنون دفنوا زمزم لانهم يعرفون ان ماء زمزم هو سبب وجودهم وبقائهم في هذا الوادي فاذا دفنوا ماء زمزم اكيد انه خلاص مكه بتصير مهجوره يعني وكذا خربنا عليهم. يعني بس فدخلت خزاعة وما همها الأمر واستولت على مكة بعد ما أفسدت جرهم فساد عظيم في مكة والله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة لأن حرمة البيت عظيم والله سبحانه وتعالى غيور سبحان الله أرسل الله عليهم جنود أقوياء طردوه وقهروهم حتى فكانت خزاعة تتفاخر بهذا الإنجاز وكان ما حد يقدر يدخل الكعبة أبدا بسبب هذا الثعبان الضخم فجلس هذا الثعبان الضخم سنين طويلة داخل الكعبة ويقال بأن جلس 500 سنة فجلست مكة في حكم خزاعة فترة طويلة وكانوا على التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وكانت حتى تلبيتهم للحج على ملة إبراهيم نفس تلبيتنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بس ما استمر هذا الوضع على هذا الحال وقت طويل فكان في بذرة خبيثة في خزاح وهو رجل يقال له عمرو ابن لحي الخزاعي عمرو بن لحي هذا كان سيد من سادته وكان فيهم كريم ومطاع كان يعني رجل مثال لباقي الرجال وجميع خزاعة تنظر لهذا الرجل بأنه الرجل الكامل الكل معجب فيه فأكبروا فيه حتى اعتبروا أن كلامه دين يعني لا ينطق عن الهوى يعني استغفر الله فحرف في دين إبراهيم ودخل البدع في دين إبراهيم عليه السلام، حتى أن في يوم كان يسير على راحلته في موسم الحج، فكان يلبي تلبية إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له الا بشيخ نجدي غريب الوجه يمشي جنب عمرو بن لحي وكان هذا الشيخ يضاهي بصوت عمرو بن لحي يضاهي في التلبيه في يصيح باعلى صوته لبيك اللهم لبيك متحمس فبدا عمرو بن لحي يكرر وراء هذا الشيخ النجدي لبيك اللهم لبيك فيقول الشيخ النجدي لبيك لا شريك لك لبيك وعمرو بن لحي وراه يكرر الى الحين الوضع تمام فقال الشيخ النجدي الا شريك هو لك فسكتوا الجميع ما كرروا وراه طالع فيه عمرو بن لحي وقال له ما هذا؟ فبدا هذا الشيخ النجدي يرجع في الموضوع ويرجع في كلامه يعني فقال الا شريك هو لك تملكه وما ملك ها هو شريك صح بس الله يملكه ويملك ملكه يعني احنا ما شركنا الى الحين ذكروني ببعض الطوائف يعني بس خليني ساكت فناظر عمرو بن لحي وقال لا ارى بهذا باس هو شريك والله يملكه والوضع عوافي يعني ما خرجنا من الحنيفيه والتوحيد فبدوا يلبون وراء عمرو بن لحي بهذه التلبيه طول موسم الحج والشايب النجدي هذا مبسوط جد فرحان وحتى إنه رجع فيه طاقة شيطانية لأن هذا الشيخ النجدي كان إبليس ومتشكل على هيئة رجل فخزاعة تقبلت هذه التلبية بقلب شرير وكلمة إلا شريك هو لا تملكه وما ملك لا زالت تجري في عقوله وكانوا فقط ينتظرون عمرو بن لحي يتدخل في المسألة دي. إذا عمرو بن لحي قال تمام حنا تمام عنده فقام عمرو بن لحي وبدأ يبحث عن هذا الشريك من هو هذا الشريك فكان يخرج حتى خارج مكة يدور لهذا الشريك لله حتى جاب معاه الأصنام لمكة فكان عمرو بن لحي هو أول من جاب الأصنام حول الكعبة حتى إن هو دخل الأصنام داخل الكعبة وما وقف عمرو هنا فبدأ يبتدع ويدخل أشياء من رأسه ومن هو حتى إن حر في طريقة الحج اللي أخذوها من نبي الله إبراهيم عليه السلام فكانوا المشركين منقسمين إلى طائفتين الطائفة الأولى هم الحمس والطائفة الثانية هم الحلة أما الحلة فكان وضعهم خطير جدا هذه الطائفة كان أغلبهم خارج مكة وكانوا يطوفون بالكعبة وهم عريان ما عليهم ملابس وكانوا يقولون لا نطوف البيت في ملابس عصينا الله سبحانه وتعالى بها، شوف الخير كيف منبع الخير يا شيخ، لكنها بدعه وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، فكان يعني وصل بهم الايمان الى درجه انهم بدوا يفكرون يقولون ملابسنا هذه عصينا الله فيها، خلينا نشيل الملابس ونطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى وحنا عريانين، فكانوا الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل، حتى ان النساء كانوا يحطون ايديهم على عوراتهم يعني ويرددون ويقولون اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، فكان بعضهم من اللي يستحي على وجهها ويعني عنده حياء من انه يطلع عورته امام الناس يعني عنده القليل من الفطره يعني. يطلب من اهل مكه بعض الملابس اللي تغطي عورته ومن بعد ما يخلص الحج ياخذ هذه الملابس ويرميها عند باب الكعبه ولا عد تجوز لا يلبسها ولا يلمسها تجلس في مكانها حتى تاخذها الرياح او ان الناس تدوسها حتى يعني تدخل داخل الارض من كثر ما تدوس على الناس شوف قد ايش وصلت البدع فيهم يعني. وكانوا يطلبون هذه الملابس بعض الاحيان من اهل مكه واللي هم من الطائفه الثانيه واللي هم اكثر تشدد في الدين وهم اكثرهم من اهل مكه <applause> هذه الطائفه اسمها الحمس واسمهم كذا لانهم متشددين ومتحمسين يعني فالحمس ماخوذه من الحماس فكانت هذه الطائفه فيهم القليل من الفطره فما كانوا يطوفون حول البيت عريان يعني. كانوا يلبسون لباس وكان لهم لباس معين بس حتى هم برضو كان عندهم بدع فكانوا اذا احرموا ممنوع عليهم انهم يستظلون ابدا يجلسون في الشمس من دون اي ظل ولا ياكلون بعض انواع الاكل حرموا على انفسهم بعض انواع الاكل من رؤوسهم ولا يقطعون اي نبات من نباتات مكه هذا كله وهم محرمين وفي شيء ابتدعوه من رؤوسهم الحقيقه عجيب جدا فكان الاحمسي اذا احرم ما يقدر يدخل اي دار من بابه اي بيت ما يقدر يدخل من بابه تحرموا على انفسهم دخول البيوت من ابوابها فكان الاحمسي يحفر في ظهر بيت عشان فقط يدخل يغتسل ولا ياخذ بعض الاكل شوف لاي درجه ابتدع حتى ان في عام الحديبية يعني في واحد من الصحابه كان محرم وكان هو واحد من الانصار كان هذا الصحابي يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فوقف الانصاري وقف عند الباب ولا, ولا قدر يدخل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على تدخل فقال الانصاري اني احمسي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا احمسي ديني ودينك سواء قص النبي صلى الله عليه وسلم بان احمسي في المعنى اي ان متحمس ومتشدد في الدين وقتها انزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا. المهم ان نرجع لخزاعه الحين وكيف انه دخل الشرك فيها، وانقسموا الى طائفتين زي ما قلنا، وجلسوا على حالهم خمسمية سنه، حتى اصبح حول الكعبه 360 وستين بس بعد الخمسمية سنه هذه رجع لهم رجل موحد وهو ولد من اولاد اسماعيل عليه السلام، هو قصي بن كلاب، طبعا قصي بن كلاب هذا كان يلقبونه بقريش، يعني كان له مسمى يعني، والله اعلم اذا كان موحد او لا، لكني قريت انه موحد. وقصي بن الكلاب هذا اللي هو قريش هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم رجع لمكه حارب خزاعه حرب قويه جدا حتى انتصر ورجعت مكه لنسل إسماعيل عليه السلام أصبحت مكة تحت حكم قريش نسبة لقصيب بن كلاب بس قصيب بن كلاب ما غير معالم الشرك حول الكعبة أبدا فجلست معالم الشرك حول الكعبة حتى جاء من نسل قصيب بن كلاب محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء واللي الحين بنعرف كيف فتح محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحررها من كل هذه الأصنام اللي حول الكعبه ورجع مكه على مله ابراهيم عليه السلام. خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا اكتب انس اكشن وباذن الله العلي العظيم راح اطلع لك من دون ما نطول بسم الله نبدا إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية أنصحك بشدة أنك تروح تشوفها عشان تفهم بعض التفاصيل في قصة اليوم كيف راح تفهم كيف نقط صلح الحديبية وانت ما تعرف شو الصلح أصلا وش الأحداث اللي حصلت فيه فأتمنى إذا ما شفت حلقة صلح الحديبية أنك تروح تشوفها عشان تفهم قصة اليوم لأنه حرام تشوف هذه الحلقة وما تعرف بعض التفاصيل المهمة في هذه الحلقة بس عشان ناخذ برضو صورة كاملة بنراجع بعض التفاصيل اللي مرة مهمة في أحداث قصة اليوم صلح الحديبية كان قائم على السلام بين أهل مكة وال المسلمين لمدة عشر سنوات. فكانت هذه المدة المقررة يعني في العهد. وكان ضمن هذا العقد شروط كثيرة ومن هذه الشروط أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهدة من باقي القبائل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم يدخل معهم. بره. وأن القبيلة اللي تنضم لأي من الفريقين سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قريش تعتبر جزء من ذلك الفريق. فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوان على ذلك الفريق أو ذلك القبيلة فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا بنو بكر في عهد قريش يعني إذا قريش تعدت على خزاعة كأنها تعدت على المسلمين وإذا المسلمين تعدوا على بنو بكر كأنهم تعدوا على قريش وبكذا الصلح ينهدم بس يوم خلصوا الصلح وبيتوا المسلمين في ذاك الوادي قامت مجموعة من قريش واغتالوا واحد من المسلمين ودوبهم عقدوا صلح الحديبية فقام واحد من الصحابة ومسكهم وجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هم يكن لهم بدء الفجور وثناح. يعني بيكون لهذول الفئة أول الغدر وآخر بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في يوم انتصف الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عشان يبغي يصلي الليل فتحكي ميمونة رضي الله عنها وتقول وهو يتوضأ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه يقول ثلاث مرات لبيك 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 نصرت 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 قلت عجبت كنت أفكر أن في أحد جالس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتظرتها إلين رجع للحجرة تقول فسألتها قلت لها يا رسول الله سمعتك تقول لبيك ثلاث مرات ونصرت ثلاث مرات هل كان في احد معك تخاطبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا راجز بني كعب يعني هذا صراخ بني كعب اللي هم خزاع يستصرخوني يزعم ان قريشا اعانت عليهم بكر بن وائل اللي هم بني بكر بات النبي صلى الله عليه وسلم ذيك الليله عند ميمونه رضي الله عنها، في يوم اصبح الصبح ذكر المغازي ان محمد بن عمر رحمه الله يقول ان في ذاك الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه لقد حدث في خزاعه امر، قالت عائشه يا رسول الله اترى قريش تجترئ على نقض العهد؟ بعد اللي حصل لهم يعني تنقض العهد الذي بينك وبينهم وقد افناهم السيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينقضون العهد لامر يريده الله تعالى، فقالت يا رسول الله خير؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم خير؟ بس بعد فتره الا برجل من قزاعه يوافي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الصباح ويقول له يا رب اني ناشدت محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تاسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعو عباد الله ياتوا مددا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا تبغى تعرف ايش اللي حصل بين خزاعه وبني بكر وايش المشكله اللي في الاصل بينهم لازم نرجع ورا الى ما قبل الاسلام كان بين خزاعه وبنو بكر حرب شديدة جدا وكل هذه الحرب بدت بقتل تاجر من التجار تاجر من بني بكر كان هذا التاجر عنده أموال كثيرة جدا توجه هذا التاجر إلى خزاعة لغرض التجارة يعني بس ما كان يعرف أن قبره هناك لأنها أول ما توسط خزاعة قامت مجموعة من خزاعة وقتلوا الرجال وأخذوا أمواله. شافوا أن عندها أموال كذا قالوا نصفي بس يوم وصل الخبر لبني بكر زعلوا زعل شديد جدا والله ما ألومهم الحقيقة يعني. جهزوا لهم خطة واغتالوا رجل من خزاعة كنوع من رد الاعتبار قتلتوا واحد من رجالنا احنا نقتل واحد من رجالكم وقاموا خزاعه يوم الامر زي كذا قالوا والله لن ادب والله لا نقتل من كبار بني بكر واللي هم كانوا بني الاسود وكانوا بنو الاسود هذولا يعني من كبار العرب الى درجه ان كانت دية الواحد فيهم كديتين من الرجال العادي من عظم شانهم يعني أه وضعهم يعني هاي كلاس اصلا اخذ خزاعه واغتالوا واحد من بني الاسود وهنا اشتبت بني بكر وحصلت بينهم كثير من النزاعات بس قبل ما تاخذ بنو بكر بثارها دخلت خزاعه في صلح الحديبيه في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا في الاسلام ودخلوا بنو بكر في عهد قريش من باب المعاداة بس دم بني بكر باقي فور ما اخذوا بالثار بس قاموا رجال من قريش يحرضون بني بكر على الثار ومو بس هنا مدوا لهم بالاموال وارسلوا لهم حتى رجال قريش وصوهم وقالوا لهم يعني حاولوا تهجمون في الليل لا تهجمون في الصباح وما عليكم الوضع يعني تحت السيطره طبعا هذول الرجال اللي من قريش سووا هذه الفعله من دون علم سيد قريش اللي كان في ذاك الوقت ابو سفيان كان سيد قريش في ذاك الوقت بعد ما مات نص ساده قريش في المعارك السابقه، خزاعه دائما يستقون من ماء قرب مكه، واسم هذا الماء الوتير، وحنا نعرفهم يجلسون في الوتير ليله كامله ويرجعون في الصباح. اسمعوا يا قريش، بنتربص لهم ليل ونهجم عليهم كعصابه في الصحراء. نقتل منهم اللي نقدر ونهرب وبكذا خذنا بالثار، ومن دون ما حد يعرف حتى لو عرفوا بان حنا بني بكر نجحت يا حبيبي ما حد بيعرف من نحت تشجعت قريش وقاموا حتى مجموعة من رجال قريش يشاركون في هذا المعركة أو في هذا الغيلة وكانوا هذه المجموعة فيها الأشخاص اللي اغتالوا الصحابي في صلح الحديبيه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء، فعلا هذا اللي حصل، خزاعه خرجت تستقي في ماء الوتير وبنو بكر بين الجبال ينتظرون، ينتظرون الفرصه المناسبه، ادلج الليل عليهم، <applause> ومن دون سابق انذار هجموا بني بكر عليهم وقتلوا فيهم مجموعه كبيره، هربت خزاعه ولحقوهم بعض بني بكر، المهم انهم اخذوا بثارهم، لان القصه هنا تطول وحصلت احداث مره قويه جدا، ما. بس اول ما حصل هذا الحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في الليل عند ميمونه رضي الله عنها في هذاك الليل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك 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 مع ان هذه هي خيانه وطعن في ظهر المسلمين إلا إن كان أكبر فتح للمسلمين بعد ما قتل الكثير من خزاعة في الوتير أصبح الصبح فتوجه عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلم عن اللي حصل دخل عمرو بن سالم المدينة يبحث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة مسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الشعر اللي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفزع رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمرو بن سالم بس ما هي إلا فترة بسيطة إلا بسيد خزاعة يدخل المدينة في عند الرسول صلى صلى الله عليه وسلم ويخبره كل التفاصيل خبره الخبر بكل التفاصيل والأدلة بر فرط له السبحة كاملة يوم ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وإيش الفضائح اللي حصلت في الوتير قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة يعني كأني أرى أبو سفيان الحين يدخل المدينة يبغي يشد العقد يعني يجدد العقد ويرجع العلاقات زي ما كانت وكان في واحد مع الصحابه اسمه حاطب ابن ابي بلتعه كان يسمع كل شيء وكان لحاطب ابن بلتعه اهل في قريش باقي ما اسلم وكان واضح على حاطب ابن بلتعه الخوف كان خايف على اهله اللي في مكه كان حاس بان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكه بس بعدها خرج سيد خزاعه متوجه لمكه بس وهو في الطريق الا يواجه ابو سفيان سيد قريش واجهه في الطريق كان ابو سفيان متوجه للمدينه مثل ما قال النبي صلى الله علي وسلم. بس كان وجه ابو سفيان مليان خوف وشايف سيد خزاعة على طريق المدينة سألهم مباشرة وين كنت قالوا كنا في وادي قبل كذا ومرينا على هذا الساحل يعني والامور طيبة ما قالوا له انهم خارجين من المدينة اصلا قال لهم ابو سفيان يعني ما مريتوا على محمد شيء يعني كنكم جايين من نفس الطريق يعني ها اذا مريتوا على محمد قولوا لي خلوكم صريحين معه قالوا لا ما مرينا ابدا على محمد ما مرينا على المدينه ما, ما شفنا المدينه وفي انفسهم يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيروح يحاول انه يلحق العهد يعني كانوا يفكرون ان الامر بيمشي على ابو سفيان كذا سلامات لكن ابو سفيان كان داهيه مو بسهل مو بسهل زي ما توقعوا خزاعه في يوم قف سيد خزاعه ومشوا انتظرهم ابو سفيان لين اختفوا ونزل على بعد رحلتهم نزل على البعر وبدا يفده بيد المدينه ارض التمور واكيد انهم اذا مروا على المدينه ان في بعر راحلتهم فص لان البعير بياكل التمر بفصاحه بدا يفتت في البحر الا والله داخل البعر فص فص التمر اللي هو نواه التمر قال والله انهم مروا على محمد واخبروه الخبر والله داهي يا رجل فانطلق ابو سفيان للمدينه في يوم دخلها توجه للرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه فالتفتوا الصحابه الا والله بابو سفيان دوبه النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنه فأقبل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة لا إله إلا الله نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم يعني هل فعلا جيت عشان العقد والصلح وإن ما حصل شيء ينقذ الصلح فعلا قال ابو سفيان معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبيه لا تغيروا ولا تبدلوا انما اتيت يا محمد لاشد العقد وازبط العلاقات سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهل يقوم ابو سفيان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتجاهل بدا ابو سفيان يحاول في النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول في الصحابه تكفون حاولوا يعني فعلا يا ابو سفيان ما حصل شيء واضح عليك متوتر لكن الجميع ساكت ولا احد من الصحابه يكلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حابة يوم شافوا النبي ما كلمه صاروا الصحابة حتى هم ما يكلمونه عشان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يوم شاف ابو سفيان الوضع كذا وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه وجه ابدا، توجه لاقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح لابو بكر، تكفى يا ابو بكر، حاول في محمد يلين شويتين، قال ابو بكر ما انا بفاعل صح انت تبغى اشفع لمشرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق لعمر، يا عمر تكفى يا عمر، فزعتك يا عمر، فرد عليه عمر، أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. عمر سبحان الله عمر ما عنده وقت فانطلق ابو سفيان لعثمان تكفى يا عثمان فزعتك يا عثمان رد عليه عثمان جواري في جواري رسول الله ده ما باقي الا خيار واحد علي فانطلق لعلي وقال له يا علي تكفى انك امس القوم بنا رحمه واني قد جئتك في حاجة فلا ارجعنك ما جئت خائبا انت اقرب واحد لنا يا علي تكفى لا ترجعني خالي لدي فاشفع لي الى محمد فرد علي علي ويحك يا ابا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع ان نكلمه فيه تبغاني اتشفع لك عند رسول الله انت مشرك اراءه من الشرك يا رجل ابعد حدود مو الحين تفتخر بانك تتشبه بمشرك عزه وكرامه لن ترجع الا بتمسكنا هنا خلاص ابو سفيان المساله صارت اكبر منه اظلمت الدنيا في عيون يعني فوق ان الامر حصل من وراء ظهري فقال لعلي يا ابا الحسن اني ارى الامور اشتدت فانصح فقال علي والله ما اعلم لك شيئا يغني عنك شيئا ولكنك سيد بني كنانه فقوم فاجر بين الناس ثم الحق بارضك يعني انت روح اطلب النبي صلى الله عليه وسلم واشفع لقومك عند النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نستطيع فقال ابو سفيان او ترى ذلك مغنيا عني شيئا بتنفع الحركه دي ولا لا قال علي لا والله ما أظن ولكني لا أجد لك غير ذلك هو الحل الوحيد فقام أبو سفيان وهو محطم من الداخل ما بيده شيء وصار موقفه أمام الجميع جد محر جدا محرج، جدا سيء، يعرف بان النبي ما بيجي الساعة وان في جيوش بتاخذهم مثل العاص، لكنه ما يعرف متى العاصفه تبدا، هذا هو الفرق، فوقف في المسجد ابو سفيان وصرخ في المسلمين كلهم وقال يا ايها الناس اني قد اجرت بين الناس يعني انا شفيع قومي بشفع قومي والتفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد اجرت بين الناس، ولا والله ما اظن ان يخفرني احد ولا يرد جواري احد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت تقول ذلك يا ابا سفيان؟ فركب ابو سفيان بعيره ومشى، رجع لقومه وصيح عليهم، لانه كان خارج السالفه وكل هذا حصل من وراء ظهره، وهو اللي انكب، هم شرّه وهو شال الشرح قال لهم والله انا حاولت اشفع لكم عنده قالوا له هل اجاز ذلك؟ نفع قال لا ما نفع رد علي وقال أنت تقول ذلك يا أبا سفيان فعصبوا القوم وقالوا وقال ويلك يا أبا سفيان وش ذا دل... رحت ليش طيب والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيء أخذوك رايح جاي ضحكت علينا الخليقة كاملة ورجعت خالية لديك فقال والله ما وجدت إلا هذا قبحكم الله مالي فيما فعلت تركبوني الشرها قاتلكم الله طبعا ما حد في المدينة كاملة يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على على يبقى هذه الغزوة سر ما حد يعرف متى سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة حتى لا ينتشر الخبر بين العرب وتتنبأ قريش بهذه الغزوة فبعد فترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تجهز لبس الحرب ولا تعلم أحد وين يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قامت عائشة رضي الله عنها تزبط للنبي صلى الله عليه وسلم لباس ترتب أدواتها وتنظف وترتب الملابس يعني تسوي الأشياء اللي أغلب البنات في هذا الزمان ما تبغى تسويها بقى. وهي يعني. ترتب أدوات المعركة إلا بالباب يفتح إلا بأبو بكر أبو ويشوف ابو بكر عائشه وهي ترتب ادوات المعركه يعني فقال لها يا بنتي امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقالت نعم قال لها يا بنتي وين تتوقعين نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغزو؟ سكتت عائشه وابو بكر ناظر. قال لها الروم سكتت ما ردت ابدا قال لها اهل نجد سكتت ما آه ترد باي حرف ساكته وتناظر في ابو قال قريش يغزو مكه الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فالتفت ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يا رسول الله في غزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال بنغزو الروم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا <forcément> نجد> أهل نجد> النبي صلى الله عليه وسلم لا سكت أبو بكر قال قريش يا رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال نعم قال أبو بكر والصلح يا رسول الله بيننا وبينهم صلح إيش اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو كعب هم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسل لباقي قبائل العرب المسلم وبوادي المدينة وأطرافها ويعلمونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لغزوة من دون ما يسمون أي وجهة وإذا سألوهم يقولون الله ورسوله أعلم فتجمعوا من أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكثير من باقي قبائل العرب المسلمين تجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح جيش المسلمين عشر ألاف مجاهد ويوم أصبح الجيش جاهز رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء ودعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها إلا برعت يخرج من سحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السحابة لا تستهل بنصر بني كعب بس وراء الأودية حاطب بن بلتعة يعطي رسالة لفتاة مشركة من مزينة فقال لها اسمعي خذي هذه الورقة وصليها لصفوان بن أمية أو عكرمة بن أبي جهل أو سهيل بن عمرو وانتبهي اخفي هذه الورقة في أي مكان لا حد يعرف أن معك هذه الورقة وترى الطريق هذا فيه حراس وفيه عيون كثيرة فاتخذي طريق غيره طير الغراب هو اللي علم قابيل كيف يدفن أخوه هابيل تحت التراب فبعد دفنه لأخوه أصبح الدفن فطرة وتكريم للموت بس بعض شياطين البشر حرفوا في الفطرة وبدلوا فيها وطلعوا لنا الطرق ما أدري من وين جابوها ومن هذه الطرق اللي شفتوها قبل شوية مثل حرق الجثث ورمي الجثة للسباح وللطيور حتى أنهم استخدموا الموتى كسماد وفي بعض المواقع تبيع لحوم الموتى اعوذ بالله زي ما انتم شايفين الموقع اللي قدامكم انا ماني داري ليش ما هو محجوب الى الحين المهم انهم جابوا طرق عجيبه جدا وماني عارف من وين جابوها بس الفطره السليمه ان الموتى يدفنون تحت التراب تكريما له بس تخيل معايا ان في رجل دفنوه تحت التراب بس ان الارض هي اللي رفضته فكل ما دفنوه يخرج خارج الارض يرجعون يدفنونه ويلقونه خارج الارض فايش سوى هذا الشخص الين وصل لهذه المرحله هذا الشخص هو صحابي من الصحابه وهذا الصحابي سوى فعله عظيمه جدا 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 عشره الاف مقاتل جاهزين للغزو على منطقه ما حد يعرفها من الجيش كامل غير ابو بكر البقيه فقط عندهم شكوك ناس تقول للروم وناس تقول المناطق مختلفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو قتادة فراح أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس شوي وخرج وأخذ معه مجموعة من الصحابة الصحابة ينظرون فمسكوا الصحابة أبو قتادة وسألوه وين وش أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به؟ علمنا إذا علمك الوجهة ولا كيف؟ فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى إضم وإضم هذه منطقة بعد مكة في اللي جاي من المدينة ويبغى يوصل لإضم لابد أنه يمر على مكة وهنا الجيش كامل تيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إضم بس النبي صلى الله الله عليه وسلم ما يبغى اضم يبغى قريش بس فعل هذه الفعلة كنوع من التمويه لأن أولا طريق إضم ومكة نفس الطريق وإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية خارجة من المدينة إلى إضم فكل الشكوك هنا بتنقطع حتى لو جيش النبي صلى الله عليه وسلم مر من نفس طريق مكة فكل العيون اللي ممكن حطتها قريش قد انقطع عندهم الشك باليقين لأنهم شافوا أبو قتادة اتجه إلى إضم فإذا شافوا جيش محمد بيعرفون ويتقنون بأن متجه ولاحق بسرية أبو قتادة مستحيل أنه يقصد مكة أبدا وكل جيش الصحابة كان يعتقد بأنهم متوجهين إلى إضم ما في أي أحد من الجيش يعتقد ولو واحد في المئة بأنهم متوجهين لقريش وبكذا النبي صلى الله عليه وسلم موه تمويه قوي جدا حتى أن سرية أبو قتادة مرت على مكة توترت قريش شافوا أبو قتادة وعرفوا بأن مع محمد بس متى ارتاحت نفوسهم يوم تجاوز مكة وعرفوا بأن وجهتها لإضافة هنا أخذوا نفس عميق وريحوا شويتين. بس سرية أبو قتادة حصل فيها موقف عجيب جدا يوم خرج أبو قتادة خرجوا مع نفر من الصحابة ومن هذول الصحابة صحابي اسمه محلم بن جثامة الليثية وهذا الصحابي كان بينه وبين رجل من إضم مشاكل مشاكل قوية جدا وكان هذا الرجل اسمه عامر ابن الأضبط فيهم يوم وصلوا الصحابة لإضم اللي يمر بهم رجل على بعير ومعه متاع ولبن وخير يعني طبعا أغلب إضم مشركين والصحابة رايحين لإضم كسرية يعني Thank you. مليانين أسلحة فاللي يشوفهم يعرف إنه جيش بس يوم قربوا من هذا الرجل إلا بهذا الرجل يرفع يده ويسلم عليهم بتحية الإسلام ردوا الصحابة عليه السلام هذا الرجل مسلم ردوا عليه السلام وأمنوه ما سووا له شيء أكيد إنه مسلم بس يوم قربوا منه إلا هو عامر بن الأطب. اللي بينه وبين محلم مشاكل طالع فيه محلم وعرفه ما قدر يتحمل محلم وقام بسيفه عليه يقاتله ايش قاعد يسوي هذا الرجل مسلم بس ما أمد الصحابة يفرعون بينهم إلا براس عامر على الأرض قتله والصحابة يناظرون وش ذا المصيبة هذا الرجال واضح انه مسلم ومحلم قتله بس ما اكتفى محلم هنا اخذ متاعه وبعيره واغراضه كلها كل الخير اللي كان معه اخذ محلم وكملوا طريقهم الى بس, يوم بس وصلوا ايضا ما لقيوا لا جيوش ولا في اي مقاومة منهم ابدا ما لقيوا اي جموع في ايضا فرجعوا الصحابة معهم اغراض عامر بعيره وباقي اشياء محلم ما ايش المصيبة اللي جابها ما كان يعرف ابدا إين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا باقي الجيش المتاع اللي رجعوا فسئلوا من وين جالكم هذا؟ دامكم ما لقيتوا جنب؟ الصحابه يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وعلموه ان محلم قتل هذا الرجل اللي سلم عليهم بتحيه الاسلام، فسال النبي صلى الله عليه وسلم محلم: اقتلته بعد ما قال اني مسلم؟ فقال محلم انما قالها متعودا يا رسول الله خايفا من ان نقتله، شاف جيوشنا وخاف ان نقتله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت عن بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه أنت اللي قبل إسلامه ولا أنت اللي شققت عن بطنه وعرفت إيش اللي في قلبه وش يرضيه إذا أنت قتلت هذا فيش اللي يردك إنك تقتل البقية قال استغفر لي يا رسول الله وهنا جاءت الصدمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك خي يتي على شخص بهذه الدعوة شوف حرمة دم المسلم في الإسلام قتل المسلم من السبع الموبقات وذكرت بعد الشرك مباشرة شيء لا يستهان فيها أبدا وهنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله في ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كان لها أثر على حياة محلم فبعد سبعة أيام فقط من هذه الحادثة مات محلم وذهب إلى الله سبحانه وتعالى بما قد يوم دفنوا محلم وخلصوا من دفنه ورجع كل واحد لبيته جو لليوم الثاني ولقوا جسده خارج القبر فقاموا يقولون يا رجل شكلنا حنا نسينا أن ندفن مع أن شيء مستحيل يصير يعني ولكن لعله أن الشيطان لعب علينا وخلانا نرجع على لبيوتنا قبل ما ندفن أو أن دفننا القبر قبل ما نحطه في القبر شيء عجيب أو أن في عدو من الأعداء نبش قبر رجعوا ودفنوه مرة ثانية بس هذه المرة أمروا بعض الغلمان يحرسون القبر ويراقبونه بس الصدمة أن أول ما أصبح الصبح لقيوه خارج القبر ناظروا في بعض وجلسوا يتناقشوا وقالوا بان الغلمان شكلهم نعس وما حرسوا القبر حراسه مضبوطه يعني ايش رايكم نحرس القبر حنا بانفسنا لازم نحرسه حنا بانفسنا ونشوف ايش اللي جالس يصير بالضبط يقولون وجلسنا عند القبر يراقبون القبر وهم يناظرون يراقبون القبر الا بجسد محلم يخرج خارج القبر امام عيونهم هنا عرفوا بان الموضوع اغرب مما كانوا يتخيلوا فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروه قالوا له يا رسول الله كل ما دفنا محلم اليوم الثاني خارج القبر وكان الارض ما تريد جسده ترفض جسده، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "ان الارض لا تقبل من هو اشر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله". الله سبحانه وتعالى جعله ايه لكم عشان تعرفون بان حرمه دم المسلم عظيمه عند الله سبحانه وتعالى الى درجه ان محلم هذا الارض بأمر الله سبحانه وتعالى رفضته يوم عرفوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه قومه ورموه في مكان بين جبلين وبدأوا يرمونه بالحجارة حتى دفنوه بالحجارة ومن بعدها راحوا وتركوه في هذاك المكان ولا رجعوا لها. الله يعافينا مما ابتلاه به بس العجيب أنه مو هو الرجل الوحيد اللي مذكور بأن الأرض رفضته ففي رجل آخر نصراني ادعى أنه أسلم وأرسل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلم والأمور تمام ولكن بعد فترة بسيطة ارتد عن الإسلام وقال لمن حول لا شفت محمد هذا ما يقرأ إلا ما كتبت له تفكرون أن وحي من الله لا يا حبيبي أنا أكتب له أرسل له وهو يتلو على قومه بما كتبت أنا فأماته الله مباشرة فقاموا قومه يدفنون تحت الأرض فرفضت الأرض جسده كل مرة يدفنونه يلقونه خارج قبر أعوذ بالله وكانت هذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل مات ولا زال الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلونا الحين نرجع لفتح مكة تذكرون الإمرأة اللي أرسلها حاطب بن بلتعة كانت وجهها من طريق ما حد يعرفها أبدا كانت تمشي إلين وصلت لروضة اسمها روضة خاخ فجلست في هذه الروضة جيوش المسلمين متجهة إلى مكة ولكن هم متجهين إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويأمر بالزبير بن العوام وأبو مرأة الغنوي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ روضة خاخ اللي فيها الإمرأة اللي أرسلها حاطب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم فإن بها إمرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن بلتعة إلى المشركين فأتوني بها الصحابة هم سكوا حاطب ابن بلتة فانطلقوا الصحابة الاثنين وكان معهم علي بن أبي طالب يقص علي بن أبي طالب القصة بنفسه فيقول علي بن أبي طالب انطلقنا مباشرة لروضة خاخ يوم وصلنا إلا بامرأة أمام عيوننا امرأة على بعيرة مثل ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فركضنا عليها ووقفنا بعيرها وقلنا لها أين الكتاب وين الكتاب اللي معك طلعي قالت ما معي كتاب الصحابة ما عندهم وقت وراهم معركة وموهم فاضين لللف والدوران كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. لا تلفين الدوري يقول فأنخنا بها بعيرة يقول في يوم نزل بعيرها فتشنا كل شيء ندور يمين يسار ما في ولا كتاب فقاموا قالوا ما ما معه كتاب فتشنا كل شيء يقول علي فقمت وقلت لهم لقد علمت ما, ما كذب رسول الله والتفت المراه وقال لها والذي احلف به لئن لم تخرج الكتاب لاجردنك يعني طلع الكتاب ولا حنا بنطلعه بعد ما نفسخه كامل خافت المراه ونزلت على حزامها وطلعت صحيفه من خصرها يقول علي رضي الله عنها اخذنا الصحيفه وانطلقنا للرسول صلى الله عليه وسلم الا بالرسول عند حاطب يكلمه يقول النبي صلى الله الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت يرد حاطب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ أن ملصقا في قريش يعني يا رسول الله أنا ماني من قريش أصحاب حاطب ابن أبي بلتعة كان من بنو لخم ما هو من قريش بس كان له أهل في مكة فيقول وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم أما أنا يا رسول الله ما لي أحد يحمي أهلي هناك كل المهاجرين عندهم وأنا مهاجر فأحببت يا رسول الله إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أت أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي والله لم أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام يا رسول الله ولن أرضى بالكفر بعد الإسلام كان قصده فقط يوصل الرسالة هذه لأحد يكون له يد في حماية أهل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك فقام عمر بن الخطاب وقال إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئت فقد وجبت لكم الجنة هنا دمعت عيون عمر وقال الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم شفت هذا الصحابي العظيم على عظم منزلته ما كان معصوم من الخطأ فضعف عند نفسه ومشاعره وأخطأ فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وب ابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من بعد هذا الموقف حرك الجيش متوجهين بمكة كل الجيش متوجه الى مكه ويعتقدون بانهم يتوجهون الى اضم، الا من اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه، بس وهم في الطريق الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للقبله وصلى ركعتين، نسيهم قام من الصلاه الا هو يبكي. بكاء من الحزن فناظر عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي ما لك يا رسول الله بس كان النبي صلى الله عليه وسلم حزين حزن شديد بس قبل ما نبدا قصه اليوم عندي لكم قصه حصلت زمان زمان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لطفل يتيم الاب وعايش مع امه فقط يعني ابوه مات قبل ما يولد حتى اكيد انك تقول لي ايش دخل هذه في القصه اليوم بس اتمنى انك تسمعني الين الاخير هذا الطفل كان عايش مع امه واللي تعتبر هي الام والاب بنفس الوقت بالنسبه له كان هو وحيد امه وامه تحب حب شديد جدًا حبها القوي هذا وصلها إلى درجة إنها كانت تشوفها الدنيا كان. كانت العوائل في ذاك الزمان إذا تبغى أولادهم ينشؤون نشأة قوية وصلبة ويكتسبون قوة الشخصية والفراسة والفصاحة وسرعة البديهة كانوا يودونهم للبادية عند أحد العوائل فهناك كانت عوائل يعني فاتحة بيوتهم كبيوت للرضاع فكانوا الحضر يودون أولادهم للبادية عند هذول الناس اللي فاتحين بيوتهم للرضاع يعني والتربية. عشان يكتسبون هذه المهارات اللي ما هي موجودة أصلا في القرية أو في عند الحضري، يعني والام هذه كانت عايشه بين الحضر يعني وفعلا هذه اللي سوتها الام مع ولدها، اخذت ولدها وودته لمرضعه في الباديه، يعني والمرضعه هذه ترضعه وتربيه مع اولاده، يعني عشان يكتسب هذه المهارات اللي ما راح يكتسبها في القريه يعني او في ال... عند الحضر وكان النظام عندهم يجد السنتين في الباديه وبعدها يرجع لامه فتره ومن بعدها يرجع يعيش سنتين في الباديه، يعني وهذا السيستم حقه الين حصل موقف عجيب لهذا الطفل، الموقف هذا خوف هذه المرضعه الى درجه انها اخذت الولد وودته عند أمه وقالت لها الحقيقه ولدك هذا حصل له شيء عجيب وحكت لها السالفه كانت وقالت لها انه والله بعد هذا الموقف خفت الحقيقه و... وجيت اعطيتك ولدك وما ابغى ادخل في مشاكل زياده وخلاص كذا كفايه قالت لها الام تمام بس اباك تعرفين ان ولدي هذا ما للشيطان عليه سبيل خلي هذا الشيء في بالك شفت قد ايش الام تشوف ولدها شيء كبير كانت تحبه حب شديد اقول لكم طبعا الطفل هذا كان عمره خمس سنوات يوم رجع الام يعني باقي طفل صغير يعني بس بعد سنه بالضبط ويوم كان عمر هذا الطفل ست سنوات فقررت الام انها تزور اهلها كانوا اهلها في منطقه بعيده عن المنطقه اللي هي تعيش فيها والمنطقه هذيك يحتاج لها سفر لمده طويله وفي نفس الوقت كانت تبغى تعرف ولدها على اخواله يتعرف يعني. على اخواله ويعيش يعني زي اي طفل ثاني. وفعلا لما تغراضها وقررت تسافر لهذيك المنطقة البعيدة واخذت معها حاضنة حبشية وسافرت الآن في يوم وصلوا شاف الطفل أخواله وانبسط وعاش زي أي طفل ثاني جلسوا هناك تقريبا شهر كامل يوم قرروا يرجعوا أخذت الأم بيد ولدها وراحت به في منطقة غريبة وكانت هذه المنطقة فاضية وفيها قبر مشت الأم وهي ماخذة بيد ولدها لين وصلوا عند هذا القبر وقفوا عليه وقالت له يا ولدي هذه المنطقة ترى تحت هذه المنطقة رجل ميت دفنوه الناس بالتراب وهذه المنطقة تسمى بالقبر جلس الطفل يناظر في القبر قالت له هذا الجسد الميت اللي تحت هذا التراب ترى شخص انت تعرف هذا الشخص المدفون هنا هو ابوك هذا ابوك اللي تحت التراب فانصدم الطفل صدمه قويه انفجر بالبكاء بكى الطفل بكاء شديد جدا من الحزن اول صدمه له في الحياه فبكى حتى ابكى امه معه فحضنتها الام وجلسوا يبكون في هذيك المنطقه الولد يبكي والام تبكي والام تحاول تهدي فجلست الام تهديه لين بدل الطفل يهدى شوي شوي في حضن أمها، والأم أم. تحبس دموعها داخل عيونها. قالت لها الأم: خلاص لازم تعرف بأن هذا القبر هو قبر أبوك. لا بد أنك تتقبل هذا الشيء وتكون من الآن شخصية قوية أنا قلت لك هذا الشيء عشان تتعلم أن الحياة صعبة ومليئة بالأحزان نظر الطفل في عيون أمه وأخذ نفس قوي وهدي بعد هذا الموقف أخذت الأم أغراضها وقررت أنهم يرجعون لديارهم فعلا سافر بس وهم في طريق سفرهم إلا بالأم تمرض مرض شديد جدا فكان من شدة المرض يغمى عليها يغمى عليها في الطيح تجي الحاضنة وتشل الأم وتمسع على وجهها وترش عليها شوية موية تصحى الأم وتسأل عن ولدها خايفة على ولدها ما يهدى نفسها إلا إذا حضنت ولدها المرض كان متمكن منها لدرجه قويه بس في مره من المرات طاحت الام قدام ولدها شالتها الحاضنه بس كان جسدها ثقيل وبارد فبدت الحاضنه تهزها وترشها وتمس عليها مويه تحاول انها تصحيها لكن كانت هذيك اخر انفاس للام ماتت الام بس ماتت قدام ولدها سال الطفل الحاضن عن امه ايش صار؟ نظرت فيه الحاضنه وقالت لها امك ماتت امك مرضت وماتت هنا انهار الطفل وبدا يبكي بكاء شديد جدا حتى ان الحاضنه ما قدرت تتحمل وبكت معه <applause> صارت الحاضنه ما تعرف ايش اللي تسويها الحين قامت تهديه تحضنه وتهديه وتحاول تعوضه يعني في اللحظه هذه والطفل ينادي امه ويبكي قالت له لازم الحين تساعدني ان نحفر القبر وندفن امه طفل دوبه اصلا عرف ايش هو القبر واول ما عرف القبر عرف بانه قبر ابوه والان يحفر قبر امه عرف هذا الطفل بان امه بيكون مصيرها زي ابوه تحت التراب، بس قام الطفل هذا وساعد الحاضنه وهو يبكي ويحاول ما يناظر في جسد امه اللي كان خالي من الروح، في يوم خلصوا حفر القبر اللي انتلى من دموع الطفل، قامت الحاضنه تجر جسد الام حتى طاح في القبر، وبدات تردم القبر حتى واسته بالارض، قامت واخذت بيد الطفل عشان يرجعون لدياره، لكن ناظر الطفل في القبر وقال ما نقدر نروح من دون امي، الكلمه هذه ابكت الحاضنه لانها تعرف ان الطفل هذا المسكين عايش بموقف الكبير ما يقدر يتحمله، فكيف لك بهذه الروح قال أمي ما نقدر نخلي أمي في هذا المكان الفاضي لازم نأخذها ونرجع للبيت مع بعض لكن جلست الحاضنة بدموعها تفهم الطفل هذا بأن أمه ما يبحيها وأن الأمر خلاص كذا انتهت حياة أمه فرجعوا لديارهم وهو وحيد من دون أب ولا أم. أنا متأكد أنك عرفت من هو هذا الطفل. الطفل الصغير هذا اللي عمره ست سنوات فقط هو خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذه قصته عند وفاه امها امنه والمكان اللي دفنت فيه الام هي منطقه تسمى بالابواب توسط الجيش الطريق بين المدينة ومع كل اللي في الجيش يعتقدون أنهم متوجهين لإضافة عدا بعض الصحابة اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما أن هذه المعركة كانت في رمضان كل الصحابة كانوا صائمين وكان الصوم في السفر صعب جدا جدا كان مرهق بشكل كبير جدا بس يوم وصلوا لمنطقة اسمها الأبواء وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وجلس يدعي فجأة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن والصحابة يناظروا فالتفات لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيونه مليانة دموع. وكان يبكي بحزن، قال عمر بن الخطاب بأبي انت وأمي مالك يا رسول الله؟ ايش فيك تبكي يا رسول الله؟ يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن، فدمعت عيناي رحمه لها من النار. الله سبحانه وتعالى منع من انه يترحم على امه، ام النبي صلى الله عليه وسلم اللي انجبت خير من مشى على الارض، والان يجادلون في بعض الممثلين والممثلات النصارى والملاحده بأنهم يترحمون عليه، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى واستأذن في أنه يزور قبر أمه فسمح له الله سبحانه وتعالى أنه يزور قبرها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلى وصل لقبره وجلس عنده وما وقفت عيونه من البكاء حتى أبكى الصحابة اللي حوله من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الصحابة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أكثر من يوم من شدة الحزن، بعد هذا الموقف الصعب اللي حصل للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم بمعدة فاضية من الجوع، كانوا صايمين، وبعد هذا الحزن والمشقة اللي حصلت لهم، استمروا في المشي للجهاد في سبيل الله، على ما فيهم من الجوع والعطش، في يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الصحابة في السفر والصوم، أمرهم بأنهم يفطرون، قال لهم افطروا، الله أحل لكم الفطر الآن، فأفطروا البعض وبعضهم ما أفطر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنافسة على الخير قالوا لا حنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إن ما كان عليهم شيء لوافطر بس من باب المنافسة وما كان ودهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم لوحده بس النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من باقي الصحابة الله أعطاه قوة مو عند البقية مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب الماء على رأسه من شدة التعب بس الصحابة صملوا فاستمروا في المشي إلين وصلوا لمنطقة اسمها نبيق العقابة يوم وصلوها إلا برجلين وشاب يقابلون جيوش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لوحدهم وكان أمرهم غامض وكان واحد فيهم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه كبير جدا في يوم قربوا للجيش قالوا أين رسول الله حنا نبغى رسول الله فمسكوهم ودوهم للنبي صلى الله عليه وسلم بس أول ما شافهم النبي تغيرت ملامح تغيرت ملامح للغضب وفجأة كذا قام وتجاهلهم طبعا لهم قصة طويلة جدا وعجيب والحقيقة ما يمدينا نذكرها الحين لأننا بنخرج عن الموضوع لكن بإذن الله بنقصها في مقطع مختلف واللي مرة متحمس يبغى يسمع أشياء القصة هذه بإذن الله راح أنزلها في السنة فمجرد ما تشوف هذا المقطع ان شاء الله بتلقى السنابات في السناب هناك، روح تابعها وانبسط وراح تنزل باذن الله في مقطع مختلف تماما، لان قصتهم عجيبه. علمهم بعد اللي صار هذا كله شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان الصحابه تعبانين من الجوع ومن العطش، فامر النبي صلى الله عليه وسلم باناء، فيهم جابوا له الاناء قام امام الصحابه كلهم واخذ الاناء وشربه. امامهم كله اعلن انه افطر امام الجميع عشان الجميع يفطروا ويستشدون فافطروا لانه خلاص الحين ما في النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اولى كملوا الجيوش والحين صار الوضع احسن بكثير لانهم صاروا مفطرين بس يوم وصل الجيوش لمنطقه اسمها الجحفه الا برجل ثاني يقابل جيوش النبي صلى الله عليه وسلم بس هذا الرجل كان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب كان هو واهله وحلاله وكل ما يملك معه في يوم قابلهم العباس انصدم وين رايحين؟ ما كان يعرف ايش السالفه ان الخبر كان يعني خفي وكان العباس يبغى يهاجر للمدينه اصلا اسلم ويبغى يهاجر في يوم شافه النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد وعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس حب شديد فطاب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم به وكان الله سبحانه وتعالى يواسيه بعد حزنه اللي حصل له قبله وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واخبره حتى بأنه بانها اخر المهاجرين وما في هجره بعد العباس ابد فسبحان الله بعد الجوع والتعب والحزن اللي حصل لهم الله سبحانه وتعالى كافاهم بترخيص لهم في الصيام وبان العباس بن عبد المطلب يرسم الابتسامه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حل الليل امر النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يشعلون النيران عشان يتدفون ويطبخون وينبسطون يعني فاشعلوا الصحابه النيران في هذاك الوادي حتى اصبح المنظر مرعب لانهم عشر الاف صار الوادي مرعب فعلا بس كان فيه رجل هذا المنظر من بعيد كان يناظر في هذا المنظر المرعب وهم مشعلين النيران فيحكي العباس رضي الله عنه ويقول كنت اسمع صوت رجل اعرفه اعرفه كويس بس الصوت هذا رجل من المشركين مو من المسلمين يقول فانطلق جهه هذا الصوت اللي هو فعلا بابو سفيان امامي ابو سفيان بن حرب سيد قريش يقول فوقف وناديه يا ابا حنظله وكان يلقب بابو حنظله لقب ثاني يعني رد عليه ابو سفيان وقال العباس وجابك هنا ابو سفيان كان يعرف ان العباس معهم في قريش يعني وجابه هنا بين المسلمين فرد العباس بس وقال أنا مع رسول الله يا أبا سفيان والله ما أرى صباحه إلا في قريش جايكم جايكم بالسيف وبشرك ترى معه عشر آلاف قال أبو سفيان فما الحيلة وش نسوي؟ قال العباس خل الحيلة الحين وش اللي بنسويه بعدين؟ الحين لو يشوفك النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع أنت صاحي أنت شوفني على راحلة محمد اركب معي خليني أمشي بك لرسول الله وأنت في وجهي لا تخاف يقول فركب ابو سفيان معايا يعني. وكنا نمشي بين النيران كل ما مرينا على قوم نادوا علينا من انتم في يوم يشوفون رحله النبي وانا فوقها يقولون عم الرسول صلى الله عليه وسلم <applause> لا تخافوا الامور طيب يقول الخطه مشت الين مرينا على نار عمر بن الخطاب فقام عمر بن الخطاب ووقف الراحله وناظر فيه وناظر ورايه الا ابو سفيان يقول في من ملابسه ويجره من على الراحله في موقف مرعب طبعا عمر بن الخطاب كان طويل جدا حتى انه اذا ركب الخيل رجوله تجر في الارض كان عمر يجر ابو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه ويقول الحمد لله الذي مكنا منك من دون عقد ولا عهد تذكر في صلح الحديبيه لم تفرد عضلاتك الحين جاينا وانت اسحبك للنبي عمر بن الخطاب شديد جدا يقول العباس فعرفت انه يبغى يستاذن النبي في قتله لان عمر ما عنده وقت يقول فاركض بسرعه براحله النبي حتى قذفت نفسي في خيمه النبي ابغى اجيره قبل ما يدخل يستاذن في قتله يقول الا بعمر يدخل ويقول يا رسول الله هذا ابو سفيان اسمح لي في راسه يقول فقول يا رسول الله قد اجرته يا رسول الله انا من اول قد اجرته ناظر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يقول فامرني بعدها النبي صلى الله عليه وسلم اني اخذ ابو سفيان واخليه بيت عندي وارجع لعبه في الصباح لان وقتها كان ليل يقول العباس في بيت عندي ابو سفيان لليوم الثاني في يوم جاء صباح اليوم الثاني اخذت ابو سفيان وتوجهنا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قابل ابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابو سفيان يا ابا سفيان الم يا ان تعلم انه لا اله الا الله قال ابو سفيان بابي انت وامي ما احلمك وما اكرمك وما اوصلك والله لقد ظننت ان لو كان مع الله الها غيره لاغنى عني شيئا بعد يعني لو كان في اله غير الله سبحانه وتعالى كان قد فادني فانا اشهد فعلا بان لا اله الا الله فقال له النبي يا ابا سفيان الم يئن لك ان تعلم اني رسول الله اخذ نفس ابو سفيان وقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيء فالتفت العباس له وقال ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك هنا أبو سفيان ركب بدت تهتز قال اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله التفت العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في السر ان ابو سفيان يحب انه يكون له شيء او مفخره قدام قومه فحاول يا رسول الله انك يعني تجعل له شيء يكون له فخر يعني او شيء يواجهه بقومه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن. بس باقي ابو سفيان في قلبه شيء ما كان مزبوط يعني تحس انه انجبر ما كان راضي يعني. وكان في نظراته عدم الرضا يعني بس ما عاد في وقت لان الجيش خلاص ما بقي الا شويه ويدخل مكه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع العباس فوقف العباس وابو سفيان يناظرون في الكتاب وهي تمر أمام عيونه كان كل مرة يسأل العباس هذه كتيبة من فيقول قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان اللي مرت كتيبة كانوا مدججين بالحديد حتى سميت بالكتيبة الخضراء وكانوا زمان العرب يقولون عن السواد الخضراء فقال أبو سفيان من هذولا فرد عليك العباس وقال له هذا النبي مع المهاجرين والأنصار فناظر أبو سفيان بعين يعني حار وقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيم قال العباس ويحك إنها النبوة رد أبو سفيان وقال نعم بس مات مالك نفسه ابو سفيان وانطلق لقريش، فاول ما وصل مكه نادى باعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن قامت عليه زوجته حن ومسكت لحيته وقالت: اقتلوا هذا الحميت الدسم الاحمس، قبح من طليعه قوم، يعني بالعاميه اقتلوا هذا الدب اللي ما فيه خير، قال لها ابو سفيان: والله يا جهتك جيوش لو ما سكتي ودخلت بيتك الحين ما يردون راسك الا من اخر قريش. محمد جايب جيش كبير فادخلي دارك وانت ساكت والتفت لقومه وقال ترى جايكم بجيش والله ما بتقدرون عليه ما لكم حيل عليها أبدا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فردوا عليه وقالوا له قاتلك الله وما تغني عنا دارك دارك يا الله تكفي اثنين تبغى قريش كلها تدخل دارك قال ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن ومن دخل المسجد فهو شردوا كلهم وكل واحد دخل بيته واندس يعني واللي دخل المسجد وجلس يناظر من ساحات المسجد والنبي في هذه اللحظات كان ينظم الجيش في منطقة تسمى ذي طيوة خلاص ناوي يدخل مكة وقسم الجيش عشان يدخلون من جميع أنحاء مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها يوصي الجيش ويقول له <applause> لا تقاتلوا إلا من قاتلكم بس اللي قاتلكم قاتل ونهاهم زي كل مرة عن قتل النساء والصبيان وقطع الأشجار وحدم البيوت أبدا وألا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبر يعني لا يقتلون واحد مجروح ولا واحد فار يلحقون وقال لهم إلا عشرة أشخاص اقتلوهم حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة وكان من هذول العشرة وحشي اللي قتل حمزة رضي الله عنه قتلها في أحد ومنهم حتى هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وبعض المشركين اللي بنذكرهم في الحلقات الجاية بإذن الله بس ما وقف الأمر هنا لأن قريش ما كانت بتستسلم كده. مو كلهم دخلوا ديار ففي مجموعة من قريش وبني بكر وهو قد جمعوا لهم جموع وكانوا مستعدين للهجوم وللقتال بس أول ما عرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبو هريرة فيقول ابو هريره انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فاصله واقول لبيك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتف لي بالانصار ولا ياتيني الا الانصار، يعني نادي للانصار فقط، يقول فقوم وأنادي الانصار، يا معشر الانصار يا معشر الانصار النبي صلى الله عليه وسلم يبغاكم تعال، يقول فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حوطوا عليه، يعني صاروا يطوفون عليه من قوه الزحمة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون أوباش قريش قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وقال لهم موعدكم الصفا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في مجموعة من قريش تنوي الهجوم فلا أوصيكم بهم أباكم تحصدوهم لي مثل حصادكم للزروع يعني تحصدون رؤوسهم كأنكم تحصدون الزرع وبكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهز لدخول مكه جهز النبي كل الكتائب وكان مستعد امر النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش بانها تتقدم الى مكه بس ما تقدم النبي فدخلت الكتائب من كل جهات مكه حتى صارت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم محوطه مكه كامله فما يقدر احد يخرج من مكه ابدا تروح شمال بتلقى جيوش جنوب تلقى جيوش صار وضعهم اللي داخل مكة مزري بس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل لا تقاوم اللي بيدخل بيته هو آمن اللي بيرمي السلاح هو آمن اللي بيدخل المسجد فهو آمن لكن في بعض الناس عنيد يوم دخلت جيوش المسلمين كان كل الجهات ما حتقاوم إلا من جهة واحدة واللي كان يقودها خالد بن الوليد الجهة هذيك كانت الكتيبة يقودها خالد بن الوليد يقول خالد بن الوليد جينا نبغى ندخل مكة بصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل والسهيل بن عم كلهم قدامنا ومعهم مجموعة من قريش يعني كانوا مسويين جيش صغير كانوا واقفين بأسلحتهم ويعني في وجيههم ان ما راح تدخلوا يا ما تدخلون يا رقابنا تروح طبعا هذا الكلام على لسانهم لكن قلوبهم ركيكة فتقدم خالد بن الوليد ومو معطيهم حساب اذا بيمدون السلاح رقابهم بتروح وفعلا بدوا المشركين يقاتلون المسلمين قام خالد بن الوليد وصل حتى قاتلهم قتال شديد حتى ان قتل عشرين رجل لوحده يوم شافوا المشركين ان الوضع زي كذا بدوا يتراجعون شيء فشيء وهم يتراجعون الا ويسمعون ابو سفيان يصيح عليهم يصيح عليهم ويقول لهم من اغلق عليه الباب فهو امن وش فيكم تقاتلون من اغلق عليه الباب فهو امن بدت الجيوش تسمع لابو سفيان ويهربون للبيوت حتى ان البيوت تكدست بالبشر عشرين واحد وغرفة غرفة واحدة من قوت الخوف بس قتل من قريش مجموعة وقتلوا أمام عيون أبو سفيان في يوم شاف أبو سفيان هذا الموقف والجثث مرماة من قريش انطلق أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له خضراء قريش يا محمد لا قريش بعد الآن قولها وهو مقهور يعني قولها بحسرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا حطيت شروط أنا قلت هذا الكلام كامل عشان يقومون يحاربون بيرفع علينا السلاح بنقتل هذا هو دين الاسلام مو دين مذله دين عز نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله قال ابو سفيان للنبي خالد بن الوليد قتل منا كثير يا رسول الله هو الوحده قتل عشرين النبي صلى الله عليه وسلم امر بخالد بن الوليد في يوم جاء خالد بن الوليد لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال قال خالد يا رسول الله هم من بدون القتال قاتلونا فقاتلناهم ما بنقدر نجلس والله يا رسول الله اني كففت يدي استطعت قال له النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير فامر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يكفون السلاح ما عاد خزاعه من بني بكر ليش خزاعه من بني بكر <applause> تذكرون ايش سوت بني بكر في خزاعه في الاصل يوم ذبحوهم عند ماء الوتير في ذيك الليله اللي حصلت فيها مذبحه ملحمه سووا فيها فمنع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابه ما حد يقاتل فقط خزاعه تقتص من بني بكر وحط لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتره فامر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعه بانها تقاتل بني بكر الين صلاه العصر فقط عشان يطيب خاطر خزاعة من اللي حصل فانطلقوا خزاعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله حصل والرسول صلى الله عليه وسلم باقي ما دخل مكة بنفسه إيش كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاشياء اللي قبل نبدا لازم نشرحها، لازم نشرحها لكم عشان اذا ذكرناها في القصه تفهم الموضوع بشكل احسن، واللي من هذه الاشياء من هم الانصار ومن هم المهاجرين؟ اعرف ان اغلبكم يعرف بس عشان تتضح الصوره لبعض اللي ما يعرف. المهاجرين هم اللي هاجروا من قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم واوطانهم وتركوا حتى بعض اموالهم وراهم الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ايمانا بالله ونصرة لرسول الله فأنزل الله سبحانه وتعالى في وصفهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون فهم أعظم درجة من الأنصار اللي هم من العرب العارب والأنصار كانوا هم سكان يثرب اللي تسمى بالمدينة المنورة الحين وهم قبيلتين الأوس والخزرج وسموا بالأنصار لأنهم هم الوحيدين اللي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عادة قريش بل جميع قبائل الجزيرة العربية والعالم كامل حتى وتوعدوا المشركين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والتعذيب من بين العالم هذا كامل نصروه الأوس والخزرج سكان يثرب اللي يسموا بالأنصار فأنزل الله سبحانه وتعالى في الأنصار هذه الآية: "والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يثني على الأنصار، بس الله سبحانه وتعالى وصف المهاجرين والأنصار في آية واحدة، فقال الله سبحانه وتعالى: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الله يجعلنا ممن اتبعهم باحسان يا رب العالمين ويجمعنا معهم في جنات تجري تحتها الانهار قولوا امين اما الشيء الثاني من هي هذه العائله اللي تملك مفتاح الكعبه وليش معهم المفتاح الى يومك هذه العائله الحين يسمونها بنو شيب ونسبهم يعود لبنو طلحه وهم من بنو عبد الدار وبنو عبد الدار هذولا بطن من بطون قريش وكان نسبهم يعود الى اسماعيل عليه السلام وكان عندهم مفتاح الكعبه اللي توارثوه من إسماعيل عليه السلام أبًا حنج أدري ايش السؤال اللي في ذهنك النبي من بني هاشم وهو من نسل إسماعيل عليه السلام بر ليش المفتاح هذا ما توارثوه بنو هاش ليش بنو طلحه ومو بنو هاشم اللي ما تعرفه ان بنو طلحه اللي بنو عبد الدار هذول وبنو هاشم يرجعون كلهم لنفس الأب وأبوهم الاثنين هو قصيب كلاب قصيب كلاب هذا كان جده إسماعيل عليه السلام وقصيب كلاب هذا ورث من جده مفتاح الكعبة يعني كان مفتاح الكعبة مع قصي وكان عند قصي أولاد ومن هذول الأولاد عبد مناف وعبد الدار عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الدار اللي هو جد بنو طلحه واللي هم بنو شيبه الأهل في يوم مات ابوهم قصيب كلاب اولاده تقسموا الولد وكان مفتاح الكعبه من نصيب عبد الدار اللي هو جد بنو طلحه اما أخوها عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من نصيبه المفتاح لكن المفتاح هذا قد تعرضوا بنو طلحه بسببه لحروب داميه فتوارثوها حتى صارت من نصيب رجل اسمه عثمان بن طلحه هو صحابي من الصحابه اللي اسلم مع خالد بن الوليد اسلموا مع بعض وهاجروا مع بعض تتذكرون القصة قد ذكرناها قبل. وعثمان بن طلحة يقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهم قصي بن في فقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان بن طلحة المفاتيح في قص عثمان بن طلحة قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل لعثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف قبل الهجرة واللي يحكيها هو بنفسه يقول كانت معنا مفاتيح الكعبة وكنت أفتح باب الكعبة كل اثنين وخميس فيقول في بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرب اللي كانت عليه من قريش قابلني رسول الله ودعاني للإسلام وقتها كنت كاف فأقول له يا محمد والله انك عجيب انت وضعك عجيب كيف تطمع اني اتبعك انا وقد خالفت قومك ودين قومك وجئت بدين محدث؟ فرفضت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام، فجاء يوم من الايام اللي افتح انا فيه باب الكعبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحضور اللي كان يبغى يدخل الكعبه في وقتها، كان يبغى يدخل مع الناس، يقول فأغردت عليه ونلت منه، دق دق وضربه وهزأه، يعني الله اعلم ايش اللي سواه يقول والعجيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلم عني، ما سوى له شيء، يقول وقال لي بكل هدوء يا عثمان لعلك ست ترى هذا المفتاح يوما بيدي اضعه حيث شئت يقول فناظر كلمته غريبه يعني خاصه بعد ما اديته يعني فقلت لقد هلكت قريش وذلت يعني اذا حصل هذا الشيء يعني قريش راحت فيها فقال بل عمرت يومئذ وعزت يقول والله ان دخل الكعبه وكلمته هذه لها صدى في قلبي وجلست افكر فيها فتره طويله حتى اني صدقت كلامه يعني الثقه اللي كانت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالها يعني شيء ثاني وعجيب حتى اني رغبت في الاسلام لولا ان هوني قومي نهي شديد شفت الموقف هذا له دخل بقصتنا كان حول الكعبة 360 صنم يقولون الصحابة والمسلمين يوم توسطنا مكة وصلنا عند الكعبة لقينا ال 360 صنم هذولا مسمرين بالحديد ومربوطة ومشدودة بالحديد خايفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدمها فربطوها وثبتوها في الارض من خوفهم عليها يقولون في يوم وصلنا كان نهار يوم من ايام رمضان وكان ما باقي على رمضان لا ايام بس يعني في اواخر الشهر في العشر الاواخر يقولون وقفنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يجي ما نقدر نسوي شيء الا برسول الله وامر منه وقفنا في ساحات الحرم بس النبي وقتها كان في دار ام هاني بنت ابي طالب كان يغتسل قبل دخولها لمكه فتقول ام هاني كانت فاطمه بنت رسول الله مع ابوها وكانت تمسك لها الغطاء وهو يغتسل عشان يغتسل ويلبس وهو متستر يعني تقول من بعد ما اغتسل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اخف منها الا انه يتم ركوعها وسجودها وتقول والله ما قد شفت رسول الله يصلي هذه الصلاه من قبل فاستدلوا اهل العلم بان هذه الصلاه هي صلاه الفتح فاذا فتحنا بلاد من البلدان من السنه لقائد الجيش انه يصلي صلاه الفتح ثمانية ركعات يسلم في كل ركعتين وهذا اللي كانوا يسوونها الصحابه يوم كانوا يفتحون البلاد الاسلاميه المهم ان الصحابه ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالنبي يظهر لهم على ناقته القصوى كان جاي من بعيد لهم يقولون الصحابه وكان مع مجموعه من المهاجرين وال صار كانوا حوله كان منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيب يقولون الصحابه ما عمرنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر على ناقه كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ومخفض راسه حتى ان لحيته كانت تمسح في ظهر القصوى يعني مخفض راسه لهذه الدرجه من التذلل لله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل بصوته الجميل سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا الى اخر السورة. وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم باين وجهور من دون ما يرفع صوته كان صوته في جميلة. صوته كان مميز وجميل وواضح وباي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكه بعد ما غاب عنها عشر سنوات وخرج منها وكان يقول بلسانه والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك ما خرج وخرج منها ووعدها الله بالنصر بأنه يرجع منصور والآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها وهو متدلل لله يحمد الله على نصر بعد عشر سنوات والأنصار وقتها يناظرون في ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومختلطة مشاعرهم بين الفرح والحزن يقولون الصحابة فمشى رسول الله حتى الحجر الاسود، فسلم على الحجر الاسود بعصا كانت معه، يقولون من بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف حول الكعبه وحول الكعبه اصنام مليانه 360 صنم، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه اشهر، ومن بعدها توجه للاصنام بعصا، يقولون الصحابه الاصنام كانت مشدوده بالحديد ومسمره وكانوا المشركين حريصين انها ما تتحد لو عشره رجال يقومون يحاولون في هذا الصنم يهدمونه ما يقدر من شده تربيطهم له، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعن الاصنام بعصاه فتسقط على وجهها. بطعنه كان المنظر عجيب ومهيب جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيده بعد ما هدمت كل الأصنام اللي حول الكعبة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة ونادى عثمان بن طلحة يقول عثمان بن طلحة فتوجهت لرسول الله قال لي رسول الله ائتني بالمفتاح رحت لين البيت وقلت لأمي يا أمي أعطيني المفتاح رسول الله يبغى مفتاح الكعبة يقول في يوم قلت له أمي تغيرت ملامح وجهها قالت لا ما معطيك قال يا امي انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الكعبه وقد هدم كل اصنام انتهى الامر جالس يحاول فيها حتى اعطتها المفتاح بعد محاولات شديده يقول فاخذت المفتاح وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطيه المفتاح يقول فتذكرت الموقف اللي حصل بيني وبين رسول الله قبل البعث ايام كذبت وكنت أضايقه عند نفس هذا الباب يوم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سياتي يوم من الايام يكون المفتاح بيدي اعطيه من شئت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل موقف. ما تذكرت إلا في ذيك اللحظة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة من بعدها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى عمر بن الخطاب وأمره أن يدخل ويمحو كل الصور اللي داخل الكعبة كانت الكعبة مليانة من جوا جميع أنواع الصور والأصنع وقف النبي وما دخل شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل لا في عمرة القضاء وحتى في فتح مكة حتى تمحى الصور يقول عمر دخلت وألقى الكعبة مليانة بالصور والرسوم والأصنام جميع الأنواع اللي تتخيلها حتى أنها مرسوم في جدار الكعبه يقول عمر فاستعين بالله واكسر الاصنام وامحي الصور اللي كانت موجوده حتى انتهيت منها آه. كان يعني وكانت كثيره جدا الى درجه انها يعني صعب انك تلحق عليها كلها لكن يوم انتهيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه فلقي حمامه مصنوعه من عيدها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكسرها ورماها في الارض يقولون الصحابه كسرها بيده زي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض صور للانبياء ومن هذه الصور صوره لاسماعيل وابراهيم عليهم السلام وكانوا ماسكين في ايديهم الازلام والازلام هذه مثل الكعبة. كاسه فاضيه وموجود فيها سهام وفي السهام هذه مكتوب عليها افعل ولا تفعل فاذا كان الواحد يبغى يقرر قرار مصيري في حياته مثل تجاره او سفر يروح الى هذه الكاسه وياخذ سهم من السهام فاذا طلع في السهم افعل يفعل واذا طلع لا تفعل مستحيل باقي يسويه وهذه الفعله ما تجوز ابدا الازلام ما تجوز ابدا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال قتلهم الله والله ما استقسما بالالزام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم صور من هذه الصور لمريم عليها السلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء عشان يمحو هذه الصور بيده الصحابة الدلو هذا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدلو وبدأ يمحي هذه الصور وهذا يدل على أن الصور كانت مرسومة على الجدار دليل واضح على أن الرسم رسم الأرواح لا يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يمحوها ويقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلق شوف كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على محو الصور وطمسها يجيك واحد كذا وجه مربع يقول لك لا فيها اختلاف مصيبة والله ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو وجلس يمسح الجدران من الصور وكان يقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلقون والحين تلقاها زينة في في البيوت صارت زينة في بعد محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الصور اللي بقي أخلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعبة والصحابة كلهم برا يعني ينتظرون رسول الله وما كان مع رسول الله إلا بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعثمان بن طالح ثلاثة صحابة فقط يقولون الصحابة فمكث في الكعبة طويلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة يقولون الصحابة بعد فترة من مكوث النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة خرج بس أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسابقنا على رسول الله وكان فوق درج الكعبة وكان ماسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده هزم الاحزاب وحده من بعدها قال من اسلم من اهل الكتابين فله اجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن اسلم من المشركين فله اجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن بعدها بدا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع مشركين قريش فقال يا معشر قريش ما ترون اني فاعل به ايش بيسوي فيكم وانتم اللي سبيتوه واذيتوه وعذبتوا صحابته وتجمعتوا على قتله حتى طردتوه من مكه اللي تعتبر احب البلاد الى رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايش تتوقعون بسوي فيكم انتم الان تحت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امر بقتلكم كلكم كان حق له بعد الشيء اللي سويتوه فيه قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء شفت القصه هذه ترى هي ضعيفة لكن اللي مجتمعين عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم عفى عنهم بعد اللي سووه فيه وأعتقد لو أن أي واحد منا صار له ثلث اللي صار للنبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومكنه الله سبحانه وتعالى منه أنا أقسم لك بالعشر ممكن تفتح فيه محل شاور من لحمة فقط شوف يا أخي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لا على خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عظيم الله اللي خلق السماوات والأرض فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بس أبو سفيان ما كان ما كان يناظر بهذا المنظر وهو مو عاجب هالوضع بداخله الوضع مو عاجب باقي في نفس شيء ما حسن اسلام بس الان المفتاح بيد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار النبي صلى الله عليه وسلم يملك المفتاح ولكن الله سبحانه وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الى اخر الايه نادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحه واعطاه المفتاح وقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر وفي حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني ابي طلحه تالده خالده لا ينزعها الا ظالم، يقول عثمان بن طلحه فاخذت المفتاح ورجعت لامي واعطيتها المفتاح الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديني مره ثانيه، يقول فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الم يكن الذي قلت لك؟ قال عثمان بن طلحه بلى يا رسول الله، واني اشهد انك رسول الله، في المفتاح مع بنو طلحه الى يومك هذا واللي يسمون ببنو شيبه، بس شفت المنظر هذا كامل كان يشوفه ابو سفيان سيد قريش زمان، يقول كنت اشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يمشون وانا افرم بداخله ما هو عاجبني الوضع مره بنفجر وكنت اقول بنفسي جوا نفسي اني لو عودت اقاتل هذا الرجل واني اجمع مجموعه كذا وانقلب عليه باقي افرم بداخلي وكل هذا يجري بنفسي بداخلي يعني ما, ح... ما... ما حتى ما نطقته بلساني يقول وانا احدث نفسي بهذا الحديث بموت من جوا تاكلني الحسره الا بيد تضرب على ظهري بين كتفي يقول فالتفت الا برسول الله في وجهي ويقول لي اذا يخزيك الله يقول ابو سفيان ان صدمت صدمه قويه جدا لان ما هذا الامر جاس احدث به نفسي مستحيل احد ما اصلا ما تكلمت به اصلا ما قلت حرف ما في احد مطلع على اللي في نفسي الا الا الله سبحانه وتعالى ومستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إلا من الله يقول والله ما أيقنت أنه نبي حتى الساعة تيقنت بأنه نبي لأن ما في أحد يعرف اللي في صدر غير الله سبحانه وتعالى تيقنت بنبوته. وهذه القصة ذكرت في دلائل النبوة للبيه. كانت من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل هذه الأحداث كانت قبل صلاة الظهر في يوم جاءت صلاة الظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح إنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن لصلاة الظهر فطلع بلال بن رباح على ظهور الصحابة وجلس يتسلق الكعبة يتسلقها حتى وصل إلى أعلى الكعبة وقف بلال بن رباح فوق الكعبة الصحابة يناظرون في بلال بن رباح وبدا بلال بن رباح يؤذن لصلاه الظهر يؤذن رضي الله عنه بصوتها الجميل والصحابه مو مصدقين المنظر منظر يعني كانوا يتمنون زمان كانوا يتمنون فقط انهم يطوفون حول الكعبه والحين بلال بن رباح فوق الكعبه ويؤذن لصلاه الظهر كانت هذيك الصلاه اول اذان للمسلمين علنا في مكه المكرمه بس كان في مجموعه جالسه تناظر في هذا المنظر وهم محروقين من جوا كانوا ثلاثة أشخاص فكان أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام كانوا جالسين بفناء الكعبة في مكان ما في أحد كان خالي المكان هذا كانوا جالسين فيه وما خذين راحت وكان وقتها هم من المشركين فقال عتاب لقد أكرم الله أبي أن لا يسمع من هذا اللي جالس يأذن ما يغيره كويس إنه مات قبل ما ينفحس من الأذان اللي قاعد يسمع والله إنه في بلية عظيم حن فقال الحارث أما والله لو أدري أنه على حق لاتبعته لكني أدري أنه على باطل أبو سفيان ساكت ما تكلم باقي في عقله الموقف اللي حصل له مع رسول الله فقال وأنت يا أبو سفيان وش مشاعرك في هذه اللحظه البئيسه اللي قاعد نعيشها قال لهم والله ما اقول شيء وخروا عني كلكم قالوا ليش يا ابو سفيان أفع عليه شو فيك كذا قلبت علينا قال لهم لو تكلمت بيعرف عني رسول الله قالوا له وين محمد ووين وحنا في مكان ما في احد وش فيك قال لهم والله لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحصى انتم ما تدرون ايش اللي حصل لي مع محمد استغربوا من كلام ابو سفيان بس فجاه الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه جهته يجيهم هم جالسين في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علمت الذي قلت وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل اللي قاله بالحرف كيف حرف واستوعبوا مقصد ابو سفيان في اللحظه قالوا الحارث والعتاب والله ما اطلع على هذا احد والله ان في مكان ما فيه احد فنقول انها اخبرك نشهد انك رسول الله فاسلموا اسلموا الثلاثه كلهم وحسن اسلامهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر بعد الصلاه انطلق ابو بكر وجاب ابوه ابو قحافه كان شايب كبير في السن من كبر سنه اصيب بالعمى وشعر لحيته بيضاء يالله يا يلا الله يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا هل تركت الشيخ في بيته حتى اكون انا اتيه فيه قال ابو بكر يا رسول الله والله هو احق ان يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت يقول أبو بكر فأجلس أبويا بين يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ثم قال له أسلم أبو قحافة شايب كبير في السن يقول أبو بكر فأسلم أبي في هذيك اللحظة ولكن تفجرت أنا بالدموع بكيت بكاء شديد أمام رسول الله يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي إيش تتوقعون سبب بكاء أبو بكر في هذيك اللحظة إن أبوه أسلم قبل يموت لا يقول يا رسول الله تمنيت إنها عمك اللي اسلم في هذه اللحظه مو أبو ما تمنيت انها ابوي تمنيت انها عمك لاني ادري انه قد ايش تحب وادري كيف تاثرت من انه مات على الشرك فبكيت يا رسول الله حزنا في هذه اللحظه عمك كان في مثابه الاب بالنسبه لك يا رسول الله قلت فتمنيت في هذه اللحظه انه يكون عمك ابو طالب بدل ما يكون أبوك فبكى ابو بكر حتى امتلا وجهه بالدموع من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم الكثير من قريش في هذاك اليوم اسلم الكثير حتى ان تجمع قريش يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتش كل من يمر عشان يبايع رسول الله في هذه اللحظة كانوا الأنصار يناظرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرون بنظرة حزن هو في مكة في قريته في المكان اللي ترعرع فيه أحب البلاد إليه بين عشيرته وفي المكان اللي عاش فيه طفولته قالوا أما رسول الله أدركته رغبته في قرية ورأفة بعشيرته هل تتوقعون أن رسول الله بإنسان خلاص رجع لمكة بإنسانه ويترك بيجلس بين أهله وعشيرته وقومه يعني يقولونه كذا يقولون ما يبغون النبي ينساهم ويتركهم بس وهم في هذه اللحظة إلا بالنبي يناديهم يا معشر الأنصار فانطلقوا الأنصار كالعادة يسمعون لرسول الله ويقولون لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله تجمعوا كلهم حول رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم أن الرجل أدركت رغبته في قرية قالوا الأنصار قد كان ذلك يا رسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليك والمحيا محياكم والممات ممات قد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي قالوه الأنصار يقول أبو هريرة فتفجر الأنصار بالبكاء حتى وصلت دموعهم إلى أنحارهم من البكاء رضي الله عنه قاموا يحضنون رسول الله ويقولوا له يا رسول الله ما قلناها إلا رغبة في صحبتك يا رسول الله ونغار من أن أي أحد يأخذك منا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقان ويعذران وبايعوا كل أهل مكة رسول الله في هذاك اليوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدر دم عشرة من الأشخاص وين ما لقيوهم الصحابة يقتلونه حتى ولو كانوا متمسكين بأستار الكعبة فانطلقوا الصحابة يدورون هذول الأشخاص واللي كان منهم هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان استجمع نساء قريش لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين هذول النساء هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان وكانت متخفية ومتنكرة بينهم عادت مكه على مله ابراهيم عليه السلام على يد خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم اما قصه زوجة ابو سفيان باذن الله راح نقصها في المقاطع الجايه لكن إلين هنا فتح الله سبحانه وتعالى مكه وكانت هذه قصه فتح مكه لكن بعد فتح مكه بسنين وبعد وفاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين طويله وبالتحديد عام 200 هجري كان فيه فتى من بني طلحه من العائله اللي تملك مفتاح الكعبه زي ما ذكر هذا الفتى في يوم من الايام كان يهتم في الكعبه كان ينظفها من الداخل ويغسلها ويطيبها بس في يوم من هذا الفتى اصابه مرض والمرض هذا شديد جدا فيئسوا منه مرض ما له علاج ابدا فدخلوا عليه في يوم من الايام وهو ينازع كان خلاص روحه بتطلع وايقنوا بموته خلاص بيموت فمر اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث وهو لا زال ينازع الموت ما مات جلس ينازع الموت ايام طويله حتى استغربوا وضع هذا الفتى قال وش فيه هو من بين الناس جالس ينازع فتره طويله، جالس يتعذب، فجاء ابو الفتى هذا وجلس معه وقال له صارحني يا ولد، ايش سويت بالضبط؟ في شيء سويته انا ما اعرفه، فقال الولد الحقيقه دخلت الكعبه فوجدت بها كنز فاخذته منه، فعرف الاب سبب حاله ولده، فايش هو هذا الكنز؟ تتذكرون قصه ابراهيم واسماعيل يوم بنوا الكعبه ويوم قلنا انهم حفروا في يمين الكعبه حفره وهذه الحفره غامضه، سبب حفرهم لهذه الحفره كانت الهدايا اللي تهدى للكعبه، فاي هديه تهدى للكعبه من فضه او ذهب ترمى في هذه الحفره اللي بداخل الكعبه. في يوم اخذ جرهم حكم مكة، وظفوا واحد يحمي الكعبة عشان لا تنسرق الاموال اللي بداخلها، اموال كثيرة، اي واحد يجي يزور البيت او يطوف به يرمي بداخل هذه الحفرة من الهدايا والذهب، فوظفوا هذا الشخص عشان يحرس الكعبة ويحميها، ولكن كان الوضع حاميها حراميها، فهذا الحارس سولت له نفسه في يوم من الايام انه يسرق من كنوز الكعبة ومن اموال الكعبة، ففعلا خطط ودبر الموضوع وجهز خطة مدبره وجاء اليوم المناسب ودخل داخل الكعبه ونزل في هذه الحفره وملئ ثوبه من الذهب والحلي وكانت احلامه بان خلاص سيصبح غني من الاغنياء بدل وظيفته حمايه الكعبه بس يوم جاي يصعد من الحفره الا بحجر يسقط ويسد هذه الحفرة، جلس هناك حتى كشفوه وطلعوه من الحفرة ورجعوا أموال الكعبة فيها، جو يبغون يشوفون الكعبة وأحوالها من الداخل، لكن انصدموا بتعبان أسود مرعب جدا داخل الكعبة، أول ما جو يدخلون إلا بهذا الثعبان يهاجمهم، وكان هذا الثعبان مسيطر على جوف الكعبة ما حد يقدر يدخلها فجلس هذا الثعبان داخل الكعبة يحميها حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان شاف يعني قبل بعثته وكان له قصة حتى مع قريش فبعد عام الفيل وكيف شافوا عذاب الله سبحانه وتعالى على أبرهة وأعوانه خاصة أن أبرهة كان ينوي هدم الكعبة فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طير من أبابيل معهم حجارة من جهنم تركت جنود أبرهة كلهم عظام منشبة في الأرض منظر عجيب شافتها قريش بعيونها وهذا الشخص كان نيته يهدم الكعبة بس في هذاك العام نفسه كان مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في يوم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب جاء سيل قوي في مكة السيل هذا سبب تصدع في جدران الكعبة فقامت قريش تتشاور في إعادة بناء الكعبة أمر عظيم جدا يعني مو أي واحد يقدر يسوي فاتفقوا إنهم يجمعون أموال حلال لإعادة بناء الكعبة ولا تبنى الكعبة إلا بالأموال الحلال ما تبنى بالاموال الحرام يعني ما يدخلون في المساله اموال حرام والمشكله ان اموالهم الحلال قليله اغلب اموالهم حرام الله المستعان بس شوف كيف هم عارفين يعني في يوم جمعوا اموالهم الا باموالهم قليله الا بخبر يوصلهم بان في سفينه تحطمت على شاطئ والشاطئ هذا قريب وان خشبها يباع قالوا تمام خلاص نروح نشتري هذا الخشب يساعدنا في بناء الكعبه والمنطقه قريبه وامورنا تمام يعني. وفعلا انطلقت قريش تبغى تشتري هذا الخشب فاشترت هذا الخشب ورجعوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقه وكان حتى يشيل اغراض على ظهره فكان يشيل ويركب معهم ويتعب تعب شديد جدا وهذا كله قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فرجعوا لمكه وبداوا يجمعون الحجاره من اطراف مكه عشان يبنون الكعبه والرسول صلى الله عليه وسلم معاهم يشيل الاحجار على ظهره يوم جمعوا عدد من الحجاره جو قربوا من الكعبه الا بالثعبان يخرج لهم خرج من داخل الكعبه وبدا يدور على جدران الكعبه وهو مبرز اسنانه ويقولون في وصف هذا الثعبان بانها حيه سوداء الظهر بيضاء البطن لها راس مثل راس الجدي يعني اظن اعتقد لها قرنين، بس شكل مرعب الحقيقة ومقزز، فباقت قريش وقالوا بأن هذا الثعبان يمنعنا وما معنى إلا طريقة واحدة، أن نقف عند مقام إبراهيم ندعو الله أنه يبعد عنا هذا الثعبان، فقام فيهم أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه، الوليد بن المغيرة، هذا كان شايب كبير فيهم، قام فيهم وخطف فيهم خطبة، فقال فيهم: ألستم تريدون في هدمها الإصلاح؟ قالت قريش بلى، قال فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن مثل ما اتفقنا لا تدخلون في عمارة البيت مال حرام، خلوا أموالكم كلها حلال وجنبوا بيت الله الخبيث من أموالكم فلا تدخلون فيها مال حرام أبدا حتى مهر الزاني فإن الله لا يقبل إلا طيبة مشركين قريش كانوا متشددين في دينهم ترى ولكن دينهم باطل بس تقدر تحس فيهم بقايا من من الدين الصحيح فتات بسيط فجلس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي معاه وهم يدعون الا بطائر اسود له بطن ابيض وارجل صفراء يجي من بعيد اليه يوصل عند الكعبه ويلتقط هذا الثعبان براسه ويطير ويقال بانه رمى هذا الثعبان في مكان اسمه اجياد الصغير فقالت قريش لعل هذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى رضي عنه وقبل منا اموالا اقول لكم وش رايكم يلا نهدمها من يبدا في الهدم الا قريش كلهم ساكتين ما حد رفع يده ولا حد قد كلهم يجيهم فلاش باك أبره خايفين من عقاب الله سبحانه وتعالى يحل عليه، فبدا كل واحد يناظر في الثاني وينتظر من هذا الشخص اللي بيتقدم ويهدم الكعبه او يبدا في هدم الكعبه، فالكل تراجع ما عاد الوليد ابن المغيره، فقال انا اللي ببدا في الهدم، انا شيخ كبير فاذا اصابني شيء كان قد دنا اجلي، يعني كذا كذا انا بموت يعني انا كبير وخلاص عشت من الحياه ما يكفيني فقام وتقدم وبيده فأس وناوي يهدم الكعبة رفع في السماء إلا بحجر يهتز من تحت رجله هنا تملكه الخوف وبدأ يناجي الله بيقول اللهم إنما أردنا إلا الإصلاح يا ربي ما نبغى إلا إن نصلح وبدأ يضرب الكعبة حجر حجر وقريش تناظر في هذا المنظر وهو جالس يهدم الكعبة فهدم منها جزء ولا أحد ساعده ولا أحد قرب منه وقالت قريش والله من ساعده إلين إن ننتظر لليوم الثاني ممكن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الليل بيحل عقاب الله عليه 100% قام الصباح ثاني إلا بالوليد بن المغيرة معها فاسة وبخير واموره طيبه ورايح يكمل الهدم حتى فقاموا بعدها ساعدوا حتى هدموا الكعبه للاساس في يوم وصلوا لاساس الكعبه لقيوا شيء عجيب فيقولون في فابصرنا حجاره كبيره مثل اسنمه الاب ويقال بان لونها اخضر او مائل للخضار فتملكنا الفضول ايش هذه الحجاره العجيبه خاصه انها كبيره جدا وهي تحت الكعبه يعني وصل فيهم الفضول لدرجه كبيره يقولون فبدينا نحرك هذه الحجاره عشان نشوف مداها ونبغى نشوف ايش اللي تحت هذه الحجاره شكلها غريب وموقعها غريب برضه. يقولون قام الوليد بن المغيرة بفأسه وأدخله عشان يبغى يقلع الحجر ويشوف ايش اللي تحته فكسر الحجر إلى جزئين فقام واحد من قريش يشيل جزء من هذا الحجر عشان يشوفون ايش اللي تحته فضول خلاص واصل معهم درجة كبيرة، يقولون بس ما امداه يرفع هذا الحجر الا بالحجر يعود مكانه، ويخرج من الحجر برق كاد ان يخطف ابصارنا، ورجفت مكة رجفة بأسرها، تزلزلت الارض من بعدها، يقول فخفنا خوف شديد، على قد ما كان عندنا من الفضول ما حد قدر يقرب من بعدها لهذه الحجارة، يقولون خلاص بدينا نركز على بناء الكعبة، بنوا من الكعبة جزء كبير، وهم في نص البناء استوعبوا بأن أموالهم ما تكفي، وأنهم ما يقدرون يرجعون الكعبة زي ما كانت، ما كان معهم خيار إلا أنهم يجعلون الكعبة بشكل مربع، ويبنون جنبه جدار يطوفون الناس من وراء هذا الجدار مثل الشكل اللي نشوفه اليوم ورفعوا باب الكعبة وبنوا لبابها درج وقالوا عشان السيول وعشان برضو لا يدخل الكعبة شخص ما نبغاه إذا كرهنا شخص إنه يدخل الكعبة دفيناه من الدرج بس إنهم في هذاك الوقت ما كانوا يعرفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوقف فوق هذا الدرج وبيخطب فيهم خطبة فتح مكة يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنهم من فوق هذا الدرج اللي بنوه عشان يدفعون منه اللي يكرهون وهم ما كان عندهم أكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم الين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم. كل هذه القصص العجيبة اللي ذكرناها من كتاب أخبار مكة للأزرق وهذا الكتاب هو من أقدم الكتب الموثوقة عند المؤرخين ولا تخافوا راح أحط لكم هذا الكتاب بي دي اف في صندوق الوصف بإمكانك أن تروح وتقرأ بنفسك تتأكد من المعلومات بشكل مباشر إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل اللي موجودة على هذه القناة في ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير وراح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته